معانا سيادة اللواء عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك. مساء الخير وكل عام وحضرتك بألف خير يا فندم. كل سنة طيبة، وكل سنة والشعب المصري ومصر الحبيبة بخير، ودايما يا رب كده في الفرح يا رب والسلام دايما ان شاء الله. بإذن الحقيقه محتاجه اعرف من حضرتك بشكل عام اخر الجهود اللي قمتم بيها استعدادا لعيد الاضحى المبارك على مستوى الجمهوريه. الله. لا احنا عندنا شغالين بقالنا فترة، يعني تعرف حضرتك احنا عندنا حدثين ماشيين مع بعض. الاستعداد كان بعيد الاضحى المبارك والاوكازيون الصيفي وحملات على مستوى الجمهوريه، واعتقد اللي تابع جهاز حمايه المستهلك هيجد ان احنا اصدرنا اكثر من بيان عن المجهودات الاخيره، منها كان مجهودات في مجال اللي هو ضبط اللحوم اللي هي مذبوحه خارج المجازر الرسميه، وفي كفر الشيخ وفي الجيزه، وكان في اسوان وفي البقنا وفي المنيا وفي اسكندريه، وكان ايضا عندنا ان هي متابعه للاسواق بالنسبه للاوكازيون والاوكازيونات الوهميه اللي كانت معموله، وفي العديد من حوالي كان في اكثر من 42 قضيه خلال هذا الاسبوع كانت تم ضبطهم، واحنا اعلنا عنهم اعلنا بتفصيلات. اما بالنسبه احنا في عندنا كمتابعات، يعني عايز اقول لحضرتك ان امبارح والنهارده كنا بنتابع الترجمان، احنا مبسوطين ان هو وجوده، بس احنا نتمنى من المسؤولين، احنا عايزين لما احنا نيجي ننزل ونحاول ان احنا نعمل حاجه لازم نعمل حاجه منظمه. الحاجه اللي احنا كجهاز حمايه المستهلك بنناقشها، الاسعار طبعا اقل من الموجود في اللي هو المتداول في الخارج، في خارج يعني السوق، انما في نفس الوقت احنا عايزين يبقى عندنا حاجه منظمه اكثر تنظيما، يبقى في اسعار معلنه، يبقى في عندنا نقول الحاجات دي منشأها ايه، السعر موجود على المنتج نفسه. الصلاحية بالتأكيد ده بالنسبة للسلع والحاجات الغذائية. يعني احنا عايزين، مش عايزين مجرد ان احنا نفرح بالاسعار اللي هي اقل، انها في نفس الوقت عايزين دايما نتذكر ان احنا عايزين نبقى في نظام وفي في حاجه منظمه. كل ما ان انا يبقى انا لما اكون داخل السوق ابقى عارف ان انا اللي انا بشتري منه ده اسمه رقم وليه رقم، الرقم ده مترجم الى بيانات موجوده داخل السوق، يبقى انا حتى لو حصل ان انا اشتريت فيه حاجه فيها عيب او فيها مشكله وحبيت ان انا ارجع، يبقى انا عارف ان السوق عارف ان هو اللي قاعد بتاع الفرشه ده ان هو رقمه كذا، يبقى اسمه فلان الفلاني اللي هو عنده بطاقه رقم كذا وبياناته كذا. عايزين نبقى نشتغل بطريقه اكثر انتظاما، بالاضافه ان احنا يعني الاشتراطات الصحيه والبيئيه يجب ان احنا تبقى مطبقه بشكل اوقع من كده. وطبعا احنا عموما بنستغل يعني احنا الفرصه دي سياده اللواء، طبعا بعتذر عن مقاطعتك، انه دايما ننبه على المواطنين لازم تاخد فاتوره، لازم تاخد فاتوره، لان الفاتوره بتضمن حقك وبتضمن حق الدوله كمان، لانه زي ما حضرتك بتدفع ثمن السلعه يعني فيها نسبة من الضريبة حضرتك بتتحملها من سعر السلعة، فلازم كمان البائع ده يتحمل يعني الجزء الخاص بيه من الضريبة للدولة، وبالتالي مهم لاسترداد المواطن حقه لو كانت السلعة تالفة أو فيها عيب، ومهم كمان لأن ده حق الدولة، مش كده يا فندم؟ بالظبط كده. يعني أنا هديك مثال بسيط جدا، إحنا نفترض إن حد اشترى وإن السلعة دي طلع فيها عيب، الفاتورة دي عبارة عن تأمين وضمان ليك ان انت لما تيجي تشتكي لجهاز حماية المستهلك نقدر العلاقة اللي بينك وبين التاجر، لان هو الأبسط الامور ممكن التاجر يقول انا ما اعرفش حاجة عن هذا المنتج، انما لما يكون المنتج ده مكتوب في الفاتورة. وعموما حضرتك احنا في القانون الجديد اللي احنا نتمنى ان البرلمان يحطه من هو القانون المنظم لحمايه المستهلك، مش كده يا فندم؟ اللي هو القانون، احنا مغيرين القانون، القانون الحالي 24 ماده، احنا بنتكلم دلوقتي على قانون قد ان هو يصل ل 89 ماده، وداخل فيه كافه المناحي اللي هي لم يشملها القانون القديم، لان القانون القديم لما طلع في فتره زمنيه كان التنافسيه هي المعيار اللي هو الثالث في السوق، انما النهارده الصوت بيعتمد على بقى مش اللي واضح. هو بيهتم ونعتمد على سياسه الدوله، ويعني السيد رئيس الجمهوريه ومتابعته للمستهلك البسيط، هذا القانون باذن الله، لان احنا بنقول الفاتوره 100 والسعر الكامل.
عايز اسال حضرتك اخيرا سياده اللواء، طبعا بعتذر عن المقاطعه لانه فقط لانه وقتنا محدود. كان في قرار من رئيس مجلس الوزراء في الايام الاخيره انه هيكون في مكتب لحمايه المستهلك في كل محافظه. هل ده اصبح يعني هل ده موجود دلوقتي؟ هل المواطن هيعرف يروح لمكتب جهاز حمايه المستهلك؟ ولو القرار ده لم يفعل بعد، وفي اماكن في المحافظات في الجمهوريه لا يوجد فيها مكتب لحمايه المستهلك موجود في مجلس المحافظه، لو المواطن عايز يروح لمكتب حمايه المستهلك، ايه الجهه اللي ممكن يتوجه لها؟ احنا حضرتك احنا فعلا احنا كان من اهم المحاور على الاجنده ان احنا نعمل فروع جغرافيه، لان جميع المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات. واحنا فتحنا فعلا في الاول ما فتحنا فروع جغرافيه كان في المنيا وهنا بلاها اسكندريه وكفر الشيخ وبنعيد تاهيل الشرقيه، وحاليا باذن الله يعني بعد العيد مباشره هنفتح بني سويف ليها السويس، وهناك الاقصر والفيوم برضه جايين في الخطه اللي هي العاجله. القرار اللي صدر امبارح من مجلس المحافظين برئاسه السيد رئيس مجلس الوزراء ده كان بالنسبه لنا ان هو حلم، الحلم ده تحقق بناء على بروتوكول تعاون تم ما بين السيد وزير التموين والتجاره الداخليه والسيد وزير التنميه المحليه، وده برضو كان تنفيذا لتوصيات اللي هي كان انتهى ليها برضو مؤتمر الشباب اللي كان قدام السيد رئيس الجمهوريه. فاحنا حاليا ان احنا بحسب المتاح هنبتدي ان احنا ندور ونشوف المقر. اما بالنسبه اللي ما فيش حاليا عندهم مقر، هم ممكن يتصلوا بالمركزي، احنا بنتواصل مع الاجهزه اللي هي شركائنا زي مباحث التمويل وزي التجاره الداخليه وزي مديريات التمويل، وبنقدر ان احنا نوصل او ان احنا نرسل في حاله اذا كان ان احنا عندنا مثلا لازم. هل ارقام الهواتف يا فندم كلها عامله كلها شغاله؟ يعني مش هتكون معطله مش هتكون 5-88، خلينا اقول لحضرتك تاني، يا ريت نقول الرقم 5-88 مره تانية يا فندم، انا اسفه ما سمعتش. 19-5-88 من خط ارضي، يعني حضرتك اللي يتصل من خط ارضي. واحنا خلال العيد الاضحى المبارك احنا مشغلين الكول سنتر، هيبقى في يعني مجموعات، لان احنا عندنا مجموعات عمل هتبقى موجوده في الاسواق. لا انا اعتقد انتوا شغالين الخط ده شغال لحد الساعه 8 مساء بتهيألي او 7 مساء. لا هو الخط مع الاسف لان احنا ما عندناش قوه يعني عامله كثيره، مفهوم، بيشتغلوا من 8:30 ل 4. بس الاربعة في الايام العاديه اللي هي ما عدا يومي الجمعه والسبت، طيب لو في حد ما تردش عليه انتظر جنب الخط، احنا من 4 ل 5 بنتصل بالمكالمات اللي لم نستطيع الرد عليها او حتى قطع. طيب في العيد هتمتد ساعات العمل على الخط يا فندم؟ احنا في لا في العيد ده ان احنا يبقى الخدمه موجوده لغايه الساعه 4، و البديل اللي موجود عندنا احنا منزلين تطبيق، احنا عندنا 23 مليون خط تليفون ذكي، اللي عنده موبايل سمارت اللي هو فون على الاب ستورز او البلاي ستور هيكتب حمايه، ده زي ابلكيشن مثلا. طيب انقطع الاتصال، انا بشكر سياده اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حمايه المستهلك جزيلا.